Allah Allah. الذي لا متى انا اليوم مره يجي طبعا يقومون شو تسوي تاخر الصلاه الناس هناك ترى تحسب الوقت قيد الله وجهه وجم الله حاله بس ايش ما ينفع تاخر الصلاه ما ينفع الصلاه ما ينفع تاخير الصلاه حرام هاي خش خش سوى حرام يا فهد حرام السلام عليكم ما شاء الله العمده والمعاون المعاون هم اللي موجودين فقط يلا الله يجيكم اي الله يجيكم والمعاون السابق والمعاون السابق بسم الله الله يا أيها الذين يا أيها الناس
قصور ما في عالم طيبا ولا تتبع خطوات الشيطان إنه لك عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما أنزل علي آباءنا أو لو كان آباءنا لا يقيلون شبعا ولا يعتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذين الذي يناق بما لا يسمع ولا دعاء ونداء صم بكم عمر فهم لا يقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لنا إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم السلام عليكم يا مرحبا إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير لا إله إلا الله غير الله فمن اضطر وما مضطر أي رباب ولا عهد فاسمع علي إن الله رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون بثمن قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبروا عن النار إلا ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس الله ترمي وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذي القربى واليتامى والمساكين والسبيل فمن وفي له من أخيه شيء فاتباع من المعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا وصية من والديه والأقربين بالمعروف حقا على المتقين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير
يعلم ما يلج في الأرض ولا يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لتأتين الساعة قل بلى ربي لتأتين العاب من غير ما يعجب إذ قالوا بالرب في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم رزق كريم. والذين سعوا في آياتنا ويرى الذين أوتوا العلم الذي ينزل إليك من ربك الحق ويهدينا إلى الله الذين يرون ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض. مين أنت معك اليوم؟ ولقد أتينا داود منا وغنى الجبال وهدي معنا إن الله الحبيب أنا من صبر. يا فهد سلام جابوا لكم أكل. هيا العمدة جابوا إيش؟ أقوم العيال يقوم ثم ينام اليوم ولا أمس خلاص ما بقينا اثنين. لا الله والله إيش قالوا؟ فهد جبتوا أكل أمس؟ جبتوا أكل؟ أنا لازم أقدر في السن وصالحني وكما أقول بصير ولسليمان الريح عدوها شهر ورواحها شهر وأصلنا على قدرنا وبين الله يعملون هو يسوع شفت وجهك الثوب فلما قضينا عليه الموت على الموت دابت الأرض كافر كافر ساقه ولما خر تبينت وكان يعلمون الغيب ما يدري العذاب المهين. لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزقي ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرب وبدلناهم بجنتهم ذلك جزاء ذلك جزاء جزاء كبير. وجعلناها بينهم وبين القرى ببعض وكان قدر السير في البيان آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفل ولأنها هذه المزرعة غنى في ذلك العباد من أبوال شكور.
صلق الحسن لغايه وجريش ومه وكرر لبي غمين وما كان له عليهم من سلطان الذين أمروا يباقى عدم من هو من أبي بكر لا إله إلا الله محمد رسول الله حي على الصلاة حي الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اختلفنا معاون بس مو يأذن ويقيم ويصلي بين حركات كيف اسبوع كله يصلي يأذن ويقيم يصلي يأذن ويقيم يصلي يا عيال عندك اعتراض وليد الصلاة في الخيمة يا عيال خلاص عندك اعتراض علمني اعتراض لا 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 اعوذ بالله انا اعترض على العمدة ومعاونيه ايه ما تقدر اليوم بكم اقراكم ها يعني أكثر واحد حافظ الكتاب لا يصلي نجاشي ترى لا إيه بكرة يمكن يكونون سفراء الوقف برضو ما تدري ما تجي سفراء وقت مع بكرة ممكن يكونون سفراء الوقت ممكن يكونون كنترول لا خلاص عمادة ما تجي ولي سفارة الوقف راحت خلاص يأخذونها شيك عمدة السياسة ما تضبط سفير مع عميد كيف يفضي عمره يبيلها الحين تبرد ترى نجاش فكرة العميد مع المؤذن مع المقيم نفس الفكرة نجاش معطيها العزب مع الإمام مع الإمام عندك اليوم مع عبد المجيد نجاشي ما شاء الله قدها قدها نجاشي سفارة قدها الله يرحمه والله انا قدها ازهلني ومجد بصدري لها أشهر سعد روح حيو واحد عطية اليوم عنده مطبخ معك أحد ولا أجيك سعد في المطبخ لا 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 تساعد أحد إلا لو سمعت أنتو مين يا وليد أنا وياك متى؟ خميس ها؟ انتو مين؟ انا ما با... ما با... انا مهند بوافق الا ب... ها؟ ضد ضد بن عطوي ومين؟ متى؟ من اللي معنا؟ ضد انا سلطان الامير ونايف الاكلبي اوه بس فهد تعرف تطبخ ولا ما تعرف؟ فهد انا تعلمت والله انا تعلمت خلاص والله ما بكره الظاهر انا وانت ابو هيك انا خلاص والله أعود تصريح بك. قوي يا رجال انا المطبخ في قهوة عندك ليه ليه ما هي الاسباب اللي تهدت الى ذلك هل هو خوف من الهزيمه ولا ما تبغى مطبخ انت لا لان الشيخ ما هي الاسباب اللي تهدت الى ذلك هل هي خوفك من فما يرضى المبلغ الواجب يوم خوفك من الهزيمه يبي ياخذ تخاف من الهزيمه هاي عادل سوي لي قهوه سوداء فاخره ايش البلعه والله حاله جميل مع جلسة طيبة مع وجيه والله انا شاي بدوني طيبة ايه يا خالو بدوني انا ها قلنا انت عندك مطبخ شو نسوي لك بعد العصر اليوم ان شاء الله انتم تخلصون الموضوع الظهر لازم نغير قهوة عربية قهوة عربية لازم طيب انتظروا انتظروا تكفون ايش رايكم عيال ايش رايك يا عمدة السري عمدة امس السري ما في شيء امس السري بس نستبيحك عذرا يعني وش نبيك يعني لا يكفي اول طلب الشاشه
خلصها في وقتها. أساسا ركبتها لكم. اليوم جلسة في قهوة يا عمدة. مكينة وإيش منين جيبها لك مكينة؟ والله ما في لك قوة جيبها. يا عيال من اللي المايك حقه؟ تأكدوا. فهد. أتوقع إنه عادل ما أدري. لا أنا شغلت متأكدين. مو متأكد واحد تكنيك. جلسة قهوة بلاك كافي. لأنك أول ما تكلمت دق. قهوة سودة في الأرجيحة تشرفنا إن شاء الله بحضورك. أتوقع. مع حلا حلو. مثل بعد العصر إن شاء الله كذا بخمس دقائق عشر دقائق. ليش ما تخلونه في العرش؟ أتوقع نسيت الدخولية أنت. اليوم سوف. دخولية اليوم. سوف أجتهد في الصالة جدا. الساعة كم دخوليتك يا عمدة؟ لا فهد سلطان العصرية تكون دخولية. إي أنا عارف بس متى دخوليتك يا فهد؟ هذا اقتراح الدعم اللي اقترحه. صار خمسة حول. مو أنا؟ لا. تحلب بالله؟ إي والله. وش أي والله؟ ترى ربي ما يوفقك، نظف قلبك، والله ما يوفقك. الدخولية لليوم. حقت إيش؟ الفكرة اللي بتسويها أنت. إي بس في فكرة أنا مخترعها من أسبوع لي. اللي قال لك إياها واقتنعت فيها. أي وحدة اللي اقترعت فيها أنا؟ ثلاثة ايه هذه لا هذه من كنت طيب عادي احسبك تقول ذاك تتمنى هذيك يمكن ما تجي بعد بعدين تعال انت ضبطها كلم الصبح اليوم دخل سيارة الزعزع هنا صح؟ ايش هي؟ دخل ايش؟ قول لك انا سيارة حقت ادري بس انه ما اتوقع انه تجي قال لك يا وليد انا عندي ضحك جاي اليوم فهد خلك غريب ما اتوقع انا قلت لي هي نفس فكرتي والله نفسها واسال اسالك بالله ها؟ وشو؟ الله يعطيك العافيه. ايه. فاتك انا ما اتوقع هذيك السياره انا ما يقاطعنا اللي انت قلت لي اياها امس. شوف اللي قاطع صار له. جهز بديله. لب زين. لازم اسوي بديل بدال. انا زين بالله يا بقى مكان. لازم اسوي بديل. لف حول المنتجع كامل. وجهه تغير الوان. من هو؟ زعيم. طيب وكيف عليها؟ الرجال الطيب ذا مدخل سيارته. انا اول مره اشوف واحد يصحى الظهر يكشف. اول مره في حياتي. رجعنا امس من السفير سفير ندخل لو السياره ما هي موجوده الظهر مكشف السيارات اليوم انت يمكن عنده مطبخ يا ولد من اللي يكشف انا خلاص قدني ببلغ والله طبيعي والله قدني ببلغ اجل كذا قال اصبر خلينا ندخل جوا نشوف الشباب ممكن احتاجها من يدخل سياره جوا قصدك البيت والله هذا ابن حلال رحت احمل العودان حقت العريف انت ودخلت الموتر جوا المشكله مريت قلت شف مفتاحنا والموتر هنا انت تذكر شفت الهلس اللي واقف هنا جوا عبد الرحمن وش حقه ابو حسن امس في الليل رجعنا من الاستوديو بغينا من ابو حسن من ابو حسن زين ايه امس رجعنا مسكين من الاستوديو بغينا ينجل اشوف يوم راح لحقت انا طيب كيف طلع ما شاف السياره برا احسبها سرقت بغى يبلغ اخر شيء انا بغيت ابلغ والله اخر شيء قال اصبر خليني ادخل جوا اشوف الشاب ممكن احد اخذ المفتاح وعنده ظرف وطلع يدخل جوا دور المفتاح لو المفتاح موجود بعدين كذا ربي ذكر كذا مش هناك شاف السياره قال ابو لافي دخلها والله لو ما تريدت ان انا انفشخ بقول الحمد لله يا رب اسمع لا شفت هنا وليد جيت هنا في القريه هنا في القريه الموتر يروح يا اخي انت شنب الثوب يروح الحذيان تروح كشير الصحه تروح ما تنام ولا شيء تدري اليوم صحتك كيف بمسدس ما منو؟ باء يا ولد ابو لافي ابو لافي صحته مش مسدس سلمان في وجه يا خال تعال من علي احسن قوم وقومتها عاد مجي نعم خرجت خرشه يا اخي انت دكتور انت ضعفك البطانيه اشيل عنك خلاص تهو بعد ما صح انت اللي نقول اليوم رشيت ايمن رشنا انا جزاك خير يا عم ايمن انا اكتب اجرك الله ما عليك الله لك اوف طب متى صحيتك؟ ها؟ يا اخي متى صحيت؟ 8 الصباح آه لا والله قاعد اكتب شغلات دفتر خواطر خواطر صباحيه اي والله اعرف الخواطر الصباحيه سلطانيات سلطانيات ها سلطانيات زي طلع عدليات وسلطانيات عدليات انا بطلع وليدي بجيب وليديات تعال تكفى دبر لي نصف وليديات بيعت تم نفاذ الاصدار الاول انتظر الاصدار الثاني طيب انا قلت نفس فكره عدليات سادس وسلطانيات ولا انت بس عشان من كثر ما طقطق عليك صرت تحسبني اطقطق عليك كل شويه صح؟ عارفك مو بتعرفك عارفك رجعت اتوقع الله انت نظر لي كانك في حرب كيف بصل؟ يا رجال اجلد اجلد انا منك اجلد انا سلطان تألف كتاب الفائده انت تألف كتاب ما بيجلدك بيطلع كفش الروم ما ادري طقطق علي كثير ارجوك تخاذ الجراح بيطلعنا من قلبي برجع كيف هذا ظلم؟
تطلعونه ليش؟ هو اللي طالب بس. عادل اسمع، الله اعطاك الاسبوع ذا بس مرتين تدخل كوفي شروم، ولا اسمح لك الثالثه. ابي اشترك الاسبوع ذا من بداخل ولا ما تبي؟ انا سمحت لك مرتين. انا خرجني يوم دخلت انا عادل شو يقول؟ اطلب ليش انت رميان؟ لان ارثع بكم شروم. انا داخل على الله ما ادري ايش يقول، مع اني انا طلب حق الرجال اعطاه 220 راح اعترض عليها، انا معطيني 135 وقابلها. هذه التضحيه يا اخوك. شوف ما هي تضحيه. اسمع والله لو ما دخلت كان الحين ما عدوا لك فقره المطبخ ولا 300 600. هذه ما هي تضحيه. كان خلوها على 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 عادي 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 المطبخ عادي 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 من اول. هذا ما هي تضحية. هو ياخذ 145 وانا اخذت 135. انا مهزوم. خليك انا سكت. عدل 220 افلح اعطوه 150 رجع دخولك على الراس. لا واضحه. طب اعطوك 220 وعطى الفايز 300. دخولك على الراس غلط يا عادل. ايش اللي زعل الراس؟ لا هذه الرادار. الراس وش قصدك؟ الرادار سوري. صادق هذيك غلط. تستر غلط. هذيك غلط. انا قلت عادل انا اعرف ذكائك ما شاء الله عليك. غلط. انا قلت والله انك داخل على موضوع ثاني. غلط. وش الراس؟ وش الراس؟ اقصد الرادار. سوري الرادار يا خلاص اتركك. هل تركيزك صاير عالي اليوم؟ والله ما غلط. لا تدري ليش انا مروق؟ تدري ليش؟ لاني اول مره اليوم انام. امس انام بعد البث الساعه 3 نمت. تعجبني والله. الله نمت على طول. زملائك خليهم يرقدون معي. حاضر يا عبده. يا رجال كان رقت بعد البث بس في ثلاثة سحبوني للاستوديو. فهد بشر سجلت. عدلت الموال انا شلت اجازه. سجلنا خلصتها. كيف ال ايه خلصت عنني. باقي البوادر. كيف البوادر؟ ممتازة جدا حماسية. خلاص بقي خمس دقائق. الحمد لله صوتي مو بحلو. ولا كل يوم سحبوني من الاستوديو تلقاني اسجل 10 مرات. احسن لك تروح استوديو تخلق قهوه على السريع. سفر يا رجال. اول ما يا رجال استوديو على ساعتين يعني. بعدين كذا خلاص. استوديو وين؟ شرق ولا نفس الاستراحه حقت السوق. الشيخ عادل احسب لنا اطلعوا الاستوديو انه يودونا كافي ودنيا. يا ابوي اسمع من لوكيشن في لوكيشن تروح حبيبي. ما غير 6 دقائق وتواصل له. 3 دقائق مو 6 دقائق. 4 دقائق تدخل غرفة بدون جوال بدون دنيا. طابع اوراقك والسيارة تدري كيف؟ مغيمة. المغيمة وبعدين في شب قدام مصفحة ضد الرصاص. يا رجال اكسنت ما بقى من الله. لو انك شايل عبد الحليم عبد الحافظ في متنها هذا الشيء. هذا هو. هي طيب بتدشنها بكيك وكذا ولا بس كذا؟ وين السرية حقتك؟ وين؟ بتدشنها تدري شيء رسمي؟ ايش ال 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 يمكن تدشنها في موقع ثاني. تهاون والله اخلاق يا رجال ابغى اسوي شيء الان. اسوي شيله فارس السيد. اسمع وليد سوي شيله عن تروح انت. ها تبي تروح؟ انا بسوي شيله بس بشرط. عندي شرط واحد مو اثنين. الكورال حقي فهد الشهري ومحمد الزعزعي وفيصل حربي. الله 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 ما فيصل حربي الكورال احسن من مشد. لا لا هم كلهم كورال. لا اسمع الكورال انا وليد انا اللي بنشدهم الكورال. وليد طبعا ما يحتاج مكاتب. الشيله بتكون عباره عن كورال الى الاخير. بتكلم شيء وخلاص. اسمع بعطيك رقم التواصل. تواصل معنا ونفكر في الموضوع. اوف 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 رشح تواصل مع مدير اعمالي. من مدير اعمالك؟ عبد المجيد. عبد المجيد مدير اعمالك. لا سلطان عزيز حبيبي. انت تدري كراك بيبي شرف لي وهو الراب. عطني قهوه. هذا ما طلع شيره ذي. متى تدشينك؟ اصيده عندك تدشين؟ ها عندك تدشين شيء؟ ولد قسم بالله لو ما تضحك اني لا لا ايش دخل شيره بالعصيده؟ انا قلت لك كوكتيل ما عجبته. ها قلت كوكتيل ذي ما عجبته. طيب انا بالله لحظه من حقي اني ما اضحك على النكته السامجه اللي ذبها. من حقك يقول هذا يبغى 3 كورولات. ما هي شيله عصيده هو الرابع. ايش الصله بين العصيده والشيله؟ ابغى اعرف العصيده وش هي وش مكوناتها. اخي قسم بالله انا من يوم رايح بقدم دوره في الذبات. اللي ما يعرف يذب يجي العصيده ثقيله. رابط هو كورال ثقيل هذا المقصود. تبغى تقدم على الدور فل والله معليش. ابراهيم بيقدم معك. ها ابراهيم بقدر. ابراهيم بسم الله عليه يعرف يا اخي. على الاقل يسكت اذا ما يعرف يذب. لكن زي عصيده ولا شيء. قاعد اقصدني عاد ايش رايك في عنده حق؟ قاعد اقصدني بيض مقلي ذا. يقول وليد سهران يبغى 3 بيض مسلوق. ما هي شيله صارت عصيده. ايش الشيري؟ تعال حبيبي. ما انا ما كلمتك يا اخ فهد. تعال ما كلمتك. تعال شوف ايش طولك. ما كلمتك من الاطول هذه ولا انت يا رجال؟ وزع كرت حقكم عشان اذا عندنا مناسبه. طيب تعال فهد ابيك بالله لا تروح. ابيك خمس دقائق بس ابيك يا قلبي. صدق فهد ترى يا اخوي اسكت. تداخل اصوات يا ولد ايش فيه؟ وانت اسكت. العمده بدل ما ياخر تداخل الاصوات صار هو اللي يدخل. تعال ترى صدق ابغاك. مشغول والله ابغاك. والله ابغى انام والله قبل ابغى انام.
خلاص تعني يا ولد العمدة سهل سلطان ضروري والله ضروري اسمع كلام الرجال بالضبط تعال ابيك ضروري والله ابيك ضروري لا وليد تباني ضروري فهد ما بقي له فهد ترى كزعجت الله يستر عليك كانت هو العمدة الله يرحم والدك ازعجتكم وانا بمشي فيها فهد فهد يا والله ضروري والله ما اشتبه طب تعني هنا لا لا ما قمتي والله انا ما لا ابي ابيك ثلاث دقائق بس طب يلا بالدور بس عشان وقت يا فهد اجلس شيء مهم ثلاث دقائق ما بتروح عشر ذا الحين دقيقتين تبدا فقرتها المطبخ اعلمك انا اجلس عندي بس في تمر بالمقداع طيب انت اشتبه تبي تمر اي بو بو تقول لي قبل شيء باقي خمس دقائق عدت ربع ساعة there is something شوف يا فهد هذه ترى اليوم عندنا جلسة صح؟ جلسة ايش؟ ركز بزهرة في غير السالفة ابراهيم فيك هوا عندك جلسة علاج طبيعي باقي رجولك توجعك؟ لا باقي رجولك لا بس العضلة تبغى تفكها العضلة؟ ما عندي مشكلة بس اخاف سيقانك تطول المجيد تبي لا لا مطلوب المجيد في شيء لليد ولا صار تبي نحاول نشتغل عليها المجيد ها المجيد صح 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 يا بعد سبكي المجيد ساكت شخصية والله انت يا نبيل تقل تقل ها تقل يا لب هواي بوي عبد المجيد تقل عبد المجيد عليك بالرسائل الطيبة وين اشتري يا عبد المجيد؟ بقولها الحين لا 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 في فقرتك قلها يا عمدة عمدة يا عمدة نبغى السكريبت كل يوم ظهر موجود اول والله لازم السكريبت الحين وين السكريبت موجود؟ والله نمشي والله العظيم نمشي ما ندري ايش السالفة فجأة نلقى الحين في بساتين فجأة الحين في واي خوان فجأة الحين في تراك من بديت امس موجود في المطبخ انا تراك من بديت امس الى وقتنا الحالي ما شاء الله شوف الوضع طيب بس انتبه لا تجي نكسه لا لا ماني انت يا عمده انا معكم ماني ضدكم عمده في قرار الله يسعدك لازم تطبقه بعد البث نوم على طول اللي يدخل غرفه لا يتكلم يعني شوف هذا طول البث ما تكلم معي ولا قال شيء ما ضاقت عليها السواليف الا بعد ما خلص البث تعرف من اللي ما خلانا ننام البارح؟ اقول عارف من اللي ما خلانا ننام البارح؟ ايه ما سكت معي عارف من اللي ما خلانا ننام البارح؟ من ضحكته؟ العمده العمده هو اللي سبب ازعاج وقلق المتسابقين من حقي يا اخي والله من حقي انا بس اين العماد؟ على شوف احد اليوم اين المسؤوليه؟ يا فهد فهد انا متى نمت؟ ايش علي منك متى نمت؟ دقيقه انا متى نمت؟ يا اخوي اسالك بالله ما جلست اسولف متى نمت؟ متى نمت؟ يوم نمت انت انا نمت ليش؟ يوم طلعنا ليش انا نمت ليش انا نمت لانك سكت خلاص بعدها نمت ما عاد في ازعاج في احد نام بعد الساعه 6 اليوم صباح لا قبل انا نمت قبل الفجر صحيت الساعه 4 يا ولد ما تحسون ان صرنا ننام بدري تذكرون الاسابيع الاولى كنا ننام 10 سكر 10 9 9 انا ما رقدت الا 8 رحت اليوم الشباب اليوم اشتراك في فطور اليوم والله زينا فطور ابو هيف طيب نبغى منك حاجه ثانيه افا يا ابو هيف بعد ما انت انا سويت الفطور اسمع طيب. دقيقه دي يا ابو لاف انت عادل اللي يرقد في الغرفه يرقد ياخذ الغطه ساعه ثم يقوم يعرف عمره يعرف نفسه انه مو متى بيرجع ينام بعد اربع ساعات هذا صح يروح من الغرفه ما يجيها ورقتها يقوم العالم ورقتها رحت الخيمه وانا راقدني في الخيمه يا رجالكم مثل الموت فك الباب وقفل 10 مرات ما حد راح يا فهد الشيء الثاني نبغاك تخش على الكنترول نبغاك تخش على الكنترول والعداد وتقول لهم نبغى فقره سين سؤال ترجع ضروري جت واحده حقت حمد حقت حمد اللي فيها السريعه ومن عارف ايش نبغى مكتبه وسين سؤال عادي مكتبه تكون يوم واحد في الاسبوع كافي نبغى ثلاث ايام في الاسبوع نطلع نتمشى كم ثلاث أيام في الأسبوع. لا خلها أربع أيام. فهد تبغى أربع أيام؟ أربع أيام عشان فهد في الأسبوع نطلع نتمشى. إيش رأيك ناخذ البث معنا؟ و إيش تبغون يا عيال؟ إذا ما هو قدم المسؤولية العمدة يتنازل عنها. لا ماني متنازل بس أنت أسئلتك هذه وش هي؟ ما هي أسئلة هذه طلبات. اقتراحاتك دي تطلع برا وين تطلع؟ يا أخي مو شرط كل طلب يتنفذ. ثلاث أيام. تسمع الطلب، ادرسه مع المعاونين. يقول لك اطلب الكثير يجيك القليل ثلاثة ايام عشان يوافقون عليهم فهمت انا ليش قلت لك اربع ايام هذه انا ارفضها هذه انا ارفضها ترفضها اي طبعا حلو وانا ضم صوتي صوتك ارفضها بعد انا ارفضها ترفضها انت بعد يا زحان
بالعكس انا خليه يقول ينفذ دام جوحان رفضها فانا اشوف انه ما يحتاج نسوي اي شيء. عندك اي طلبات يا فهد؟ لا لا شوف العمده تبغى العمده انت تبغى تصير عمده؟ لا لا ما تقدم ابو خليفه تعوض لي السكريبت بشربه. طيب سين سؤال بشربه ايش بعد ايش تبي ثاني؟ طلبات انا والله ما قصر معكم. اسمع السكريبت لا طبعا موجود موجود في المطبخ بس ما تدري متى تطبعه. نسوي كل نسخه كل واحد له نسخه سين سؤال وش الثاني؟ عاد بن هيف وش في خاطرك يا قلبي؟ اطبع غير السين سؤال. ابغى اتغدى حنيذ اليوم. اوه المطبخ طال عمرك نايف الاكل بيبيض الله وجهه يا وليد. اسمع هذه انا معك دقيقة 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 أضبطك. دقيقة انا في الاكل بيقلب الطعام كله من راسه لين ترى امس قبل ما يكون عندك كان يسميه اكل الحين يسميه طعام. طعام لا لا لابد جاب كل شيء واحمد ربك على النعمة اللي موجودة. رز موجود وش اسمه ومكرونة موجود يا شباب دجاج موجود ولحم موجود. حنيذ هنا يا ابو وليد تعرف تسوي حنيذ؟ وليد تبغى نطبخ اليوم حنيذ؟ اي الباقي على كنت المقاضي موجودة. وين المر؟ والله تبغى نطبخ وليد نجيب الاغراض. وليد من وين بتروح تحصل مرخ فتل؟ يجيني خصم والله ما يجيك هناك ناخذ السعف سعف النخل تمشي سعف النخل ها بتطول انت مرخ وملح دبايه. لا بتطول هناك المرخ بس ها لا لانه ابي هذا بعدين. طيب خلاص نسى نطلب الرجال بس طبخه عادي هناك كلم رجال انا والله استحي اجيك عذر عمداتنا انا بخواضك كل يوم 5 كيلو تجيك باذن الله يلا وجهك شرب عزك حبوي لك يا اخي اقسم بالله على اخلاقك يا بعد مطيري انت وليد تعرف تطبخ حنيذ؟ لا والله ايش تطبخ؟ فهد فهد الشيري فهد الشيري مزهلم معه بس وفر له الطلبات خلاص المقاضي شبه جاهزه في المطبخ. طيب ودني معه ايش اسمه اللي بيروح يجيب القهوه ودني معه خليني اروح معه ايشو بيشيل لك دقيقه بيشيل لك كاس هو كله بالحاله صعب عليه اللي بيروح نجاش لحاله صعب يشيل لك تشيل لك ما مع احد كم كيس بيشيل لكم لازم احد يرمى هو والكلثمي بس كلثمي من علي هو اللي بدي ايه حق العزبه بس واحد يروح والله انا رايح سفاره ترى بقاله طب عندك افكار للعماده وين خطط خطط مثل ايش خطط يعني ما في كل شيء واضح. السلام عليكم. سلام نزلت نزلت شمالك الله بخير. ايه رحت قلت اسوي بعيد عن الرسميه هذه من يعطي شمالك في بعض الناس تحسس من الرسميات شوي. انت سفارتك المغرب صح؟ سفارتي من الان وصاعدا يا جماعه الخير. أول لقاء المغرب أوصيكم ونفسي بعدين الله عز وجل أول شيء الصدقة يا جماعة الخير تدفع البلاء مثل ما احنا بعرفين قال الرسول صلى الله عليه وسلم داوموا مرضاكم بالصدقة بالصدقة والصدقة يعني أجرها عظيم جدا والأجمل والأفضل دائم أنها باسم الأم صح ولا لا؟ صح باسم الأم أتوقع ما في قلوبكم أغلى من أمهاتكم ولا يحل محل أمهاتكم أحد أبدا والوقف وقف البر بظلم تعرفون موقع وين في مكة المكرمة أطهر بقاع الأرض وبإذن الله أن الأجور مضاعفة الأجور مضاعفة في مكة فحاول تتصدق لو بالقليل إذا ما تقدر تتصدق انشر هالكلام ذا وصل عيال وصل اخوياك وصل اللي تقابلهم وصل يمشي الأجر لك وإذا اللي تصدق راح وعلم ناس غيره بعد أيضا الأجر مدبل لك بإذن الله. هذا وصل الله وسلم على رسول الله محمد بن عبد الله. الله يجزاك خير. الله يسلمك بالنفار ويضرب وجهك. رايك فيني يا عمده كفو والله شاب العزيز قال الله يسعد امكم. اهم شيء ما قاطعته خليك خويني يا ابو انا اقول لك شوف فيه في كل عمده له ميزه صراحه ما نظلم يا نايف كان له ميزه زعيز الرجال خويني له ميزه وين؟ رجال له ميزه بعد العزبه شخص واحد يروح ولا ترى بغيرها يا نجاشي؟ تبيها؟ لا لا خلاص خلاص
واحد يروح ويرجع بس. تراها بقالة، ما انت رايح على هايد بارك ولا ذا، بقالة تشتري اغراض لهم وتجيبهم وتجيبها لهم. حطيت لك يوم الثلاث يوم الخميس مزبوط. على قولة وليدي بيها يوم ثلاث يوم خميس. لا ما يصلح غير الايام. وين كان حطيت يوم يومي يوم؟ لا لا بعدها شي، خل مثلا يوم يومين ما في خلاص. الجمعة عندكم مقاضي الجمعة ديل، الجمعة ديل مو السبت خلاص بكبكة شعب شعب ولا حد ضيق خاطر. لا وليد وليد الاثنين ماشيها خلا الاثنين وليد ما في. انا ليش اخترت الثلاث؟ ها ابتساء خلاص اليوم ما يحتاج تاخذ ايش فلوس كف جيب الله. يوم السبت ابتساء الربع الخميس يوم ابتساء عشان الجمعه ابتساء كذا نسميها ابو الدار يقول يوم ابتساء يوم ابتساء يوم ابتساء. والله العظيم اني من اول استانس يوم الجمعه ويوم صارت الحين يوم من يوم جيت هنا يوسا. الايام الكئيبه تبدا تدريجيا الويكند الخميس تبدا النفسيه والتفكير عكس برا. اي الجمعه تبدا نفسيتك توتر لين تخلص من هو السبت اللي نفس النفسيه إيه؟ برا وهنا اللي تدبل صح يوم السبت. يوم السبت حتى انت برا تفكر فيه. امان الله لا عندكم فهد عندكم فهد يوم طلع الدوسري ترك الدوسري يوم قال ما في لا برايم ولا ذا. اول ما التفت على وجهه صوت ما بصوت السبت هذا ما يدني فهد. انا اتمنى انه يدخل برايم مره ثانيه ويرجع بالتصويت عشان اسمع قصايده مره ثانيه. والله طلعت وحده ارتجاليه قصيدته شفت يوم دق التحيه بيض الله وجهه. انا اللي حفظتها والله منها بس يوم يقول انا فهد وسهم المنايا بالله يتعدها حفظها ولا ناسيها لو مقتطفات منها والله عجبتني ناسيها صراحه. ذاك اليوم فهد ما شاء الله اسد اسد في المسرح اسد اسد بغى ياكل يتعتى زياد يقول لكم منص كذا طالع فيه والله تعرف طه يا وليد؟ عبد المجيد تتذكر موقف يوم كنت طه طه يا ذكريات السيئة ما يحفظها عمان اول برايم بكيت ما شفت احد بكى قلت لا والله نشل اول برايم السبت يا ربي مسلمنا من الابتساء. تعرف يا عبد المجيد طه الصغير اليمن من هو؟ طه اليماني الصغير اليماني الصغير اسولف معه دائما كل ما جيت ناديك عبد الرحمن قال السبت هذا ما بكيت ومحي الطلاع قلت لا بشرك محي الطلاع قال استغربت انا ما في بكلي قلت لا بشرك ربي يسلمنا هل واحد الاسبوع الجاي دبل الله يبيض وديهم عز الله يوم بكونا من الكلام ده. بعدين انت فهد حاول تستر علينا الله يرحم والديك الامور عطنا سالفتك يا ولي يا شو اسمه لبست وزره ولفيت غتره خلاص عبد المجيد شو زعلتك مره في البرايم زعلت يوم الناس ما طفوا سكر انا مو زعلت انا مو تكلم يا السافه الحين الناس تحسبني مصدوم تحسبني منصدم اني اني انا اللي رفعت الدبل سبدي ووضحت اتوقع لكم يا عيال مسلم خلاص بعدين موضوع عندها يا عيال ترجعوا للماضي ليه وش العلم يا رجال انا ابغى اعرف السالفه عشان ارجع للماضي واخليه يزعل ايش السالفه يوم اثنين ابا الله يستر انا ما اعلمك شنو بالله وش بس دي سوى بس وش انا بعرف ايش اللي زعل عبد المجيد عشان اسير اقوله له استوعاب عندك بطيء جدا انا اقول لك يوم في البرايم اول شيء ما هو استوعاب نهار استوعاب استوعاب وليد انا اعلمك يا عبده وليد اذا صاح من النوم يبغى له ساعتين مروق اليوم مروق بس يبغى له ساعتين يحمي المخ يا اخي انا عندي مشكله والله يا رجال مشكله ابديه يا اخي انا مزاجي يوم اجي كذا منفس كذا فجاه انفس فجاه اروق يوم ضايق كذا من الحاله نفسيه مثل الاسهم نفسيه الانسان ليه نفسيه غير ترتفع اعطاني امس والله شافني كذا امس منفس اعطاني المثل هذا برضو ما اقنعني بس لازم اقوله لك والله لا يعني بعض الاحيان تجي مروق طيب. حتى لو مثلا الدوجي مثلا عليك يا ولدي اتكلم معك واطقطق مثلا تجبد ولا تقول كلمه تقبلها ما عندي مشكله عرفت يصير حتى يعني لو انك تتكلم كذا ولا تسوي حركه لا عادي عرفت بعض الاحيان تجيك عجوز تلويك 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 ويجي واحد بس يقول لك سلام عليكم قبس انت وياه طيب ليه؟ من سو. نفسيا والله وليد انت اول دقيقه ما اقدر تغيرها صاحب الا تقدر انا الحمد لله ما تجيني بس اقول لك تجيني يعني من وين لوين بس في ناس ترى مزاجيه كذا ترى مزاجيه مو دون بالعكس وليد شفت المزاجي هذا انت تقول انت تكون مره يوم ايش؟ يوم انفس يوم
احيانا فجاه احيانا موقف واحد في اليوم اقسم بالله موقف واحد في اليوم يخرب علي يوم كامل. يوم كامل. طيب تقدر تقدر تدارك الوضع ده؟ اقدر بس ايش خلاص انا انسى ما اقدر. قوم من المكان اللي انت فيه، انت متضايق قوم من المكان اللي انت فيه. شوف الموقف والله يختلف على حسب الشخص، والله